وبنهاية صباحنا لليوم رح نروح للحرف التقليدية السورية ونحكي اليوم عن صناعة النول اللي هي صناعة جدا مهمة وهي موجودة من سنوات طويلة وبقت لليوم محافظة على هذا التراث السوري. صح اليوم دخل التجديد والتحديث عليها ولكن بقت بصمة الحرفي السوري موجودة فيها. واليوم نحن اليوم خارجيا حتى معروف قصة النول السوري بشكل كتير كبير. أكيد يا رشا عم نحكي عن حرفة دمشقية كتير مهمة من التراث السوري المادي. رح تعرف أكثر مشاهدينا ونستعرض الأمور اللي جابتني ضيفتنا لليوم نتعرف أكثر عن صناعة النول. بيسعدنا أنه تكون معنا لليوم ضيفتنا مديحة نعمة. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير يا مديحة. شو هالزي اللي لابستي أول شيء؟ هذا الزي اللي نحن منشوفه بمعظم مناطق سوريا. ليش أنا اخترته؟ لحتى كل ما يجي حدا نحن بنكون بمعرض بيقول هذا إيه حبابتي كانت تلبس، تيتا كانت تلبس، يعني حبابتي منطقة الشرقية، التيتا منطقة المناطق الثانية. فالشماخ نشماخ أو إشماخ أو السلوك بمحلات تانية، هذا لوك العمل، يعني منظر بس يروح الواحد على العمل بيحط هيك هاي القطعة غطاء الرأس. طبعا هاي دراعة أو زبون، حرير طبيعي مشغولي تطريز من منطقة سفيرة بحلب. بتلاقي كل مناطق سوريا بتجلبس، فأنا اخترت هذا زي حتى مثل ما شان تكملي اليوم الحرفة. خلينا نروح للنول ولصناعة النول، عارفين عليها أكثر. حياكة النول، حياكة النول يعني إنتاج نسيج. هالنسيج بيتنوع كان من بساط ل شالات لشيب. فأنا أخذت النول القديم جدا. النول كان بده غرفة يقعد فيها. نحن مشان نكون بالمعارض ونشارك أنا اخترت نول أنه أخذ بس الأخشاب اللي بتسد عليها، يعني مد الخيوط على النول هو السدا، خيوط السوداء، وبعدين بينحبك بالخيوط العرضية باللحمة مثل هاي اللوحة اللي انت شايفتيها حضرتك. هاي طريقة حذف نقش تراثي كمان منشوفه، بس انا اخترت لحتى يصير لوحة عنا. طيب بعد ما تعرفنا من حضرتك بشكل عام عن النول، خلينا نحكي شو هي أنواعه اليوم وكيف ممكن احنا نستخدمه. عم نشوف أصناف عديدة اليوم مشتغلتيها، خبرينا أكثر. هلأ بالنسبة للنوال اللي أنا بشتغل عليها، في عندي نول مدور وطلعت منتوج على جزادين. لا هذا نول مربع. هيدا؟ إيه هذا نول مدور. والحدو كمان هدوك اثنين نول مدور فطلع هدول؟ تمام. هذا هو خيوط من هونيك الصوف، هون القطن، وكمان الثاني صوف هذاك. هذا صوف؟ ايه هذا صوف. حلوه الالوان اليوم دائما. يعني نروح لموضوع الخيوط، يعني هي بتعطي جماليه جدا مهمه للقطعه. شو انواع الخيوط اليوم المستخدمه ضمن هاي الحرفه؟ الخيط اللي بيستخدم على حياكه النول ممكن الصوف مثل اللي عندك، مثل اللوحه كمان اللي شفناها. كمان عندنا خيوط القطن وفي خيوط الحرير طبعا بنول البروكار، هداك اختصاصي اكثر صار. وفي عنا كمان وقت كنا بالقديم يجمعوا التياب مع التلزم لللبس، ياخذوهم هيك بقجة كاملة وروحوا لعند النوالة يقولوا له بدنا نعمل بساط، فيقصقصوا الخيطان ويسووا مثل هذا البساط. طيب خلينا نحكي عن الوضع التسويقي اليوم، كيف عم تسوقي لشغلك اليوم؟ عندك صفحة على الفيسبوك أو شاركتي بمعارض وبازارات قدرتي من خلالها أنه أنت تورجي الناس عن شغلك؟ خبرينا أكثر وخبرينا شو هي أكثر الموديلات المطلوبة. بالحقيقة أنا بعتمد التسويق عن طريق المعارض فقط، ما في بازارات. الاعتماد البيع على صفحة فيسبوك ولا شيء بده اختصاصي، وأنا بصراحة ما مالي بالمرق خالص، ماني بالمود خالص. إذا نافذة البيع هي فقط إذا كان في معرض. يعني كان كنتوا مشاركين بمعرض الزهور، كنتي مديحة موجودة. ايه؟ خلينا نشوف هذا النول المصغر. يعني لا انتي قاعدة ولا ايه؟ تمدي ايدك هايدي بعد اذنك. ديري بالك شوي بس فكيت نسأل. تفضل. ايه
واو، هلا هذا هو أصغر. هذا اصغر نول. وطبعا انا مطلعه منتوج عليه هلا مسديته حرير حاطه. يعني انت بتشتغلي على هاد؟ هاي القطعه شو فيها؟ انا فكرت شيء مصغر. لا شو فيها يعني. هاي القطعه شيليها. هاي شيليها. هاي قطعه نول انا مشتغلتها على هذا كانتاج لل العاب حسيه النول. هدول كمان حلوين. هاي لحشه لل هلا هاي العروس وهنيك المراه الريفيه كمان نحكي عنهم هدول. خشب نحكي عنهم هدول كيف عم تقدري تصنعيهم؟ قد ايه بدك وقت؟ الادوات، طريقه صنعهم، خبرينا اكثر. هلا نحن بيبقى عندنا بقايا خيطان باخذ حيز شيء اسمه صناعه الالعاب من بقايا الخيطانية، نوع من إعادة تدوير. وطبعا عندي مجموعة من الألعاب، أنا اخترت هدول اللعبتين. وكان في عنا معرض من فترة، راحت معظم الألعاب اللي كمان إجا مخرج قال كتير ترقى وأخذون. فعندي إسها كم وحدة وهدول التنتين. هاي المرأة الريفية. اليوم يعني عطا. ذكرتي أنه اليوم مشاركتكم بالمشاركة بالمعرض هي بوابة ونافذة لهي الحرفة وغيرها من الحرف السورية التقليدية. طيب ولكن اليوم أنتم بحاجة لدعم أكثر، يمكن شو أهم دعم أنتم بحاجة لتبقى هاي الحرفة محافظة؟ هلا نحن مثل الولد، او عفوا مثل خلينا نصغرها شوي، نقول الحيوان المنقرض. نعم. بيعملوا له محميه وبيقعدوا فيها وبيظبطوه. فنحن يعني هاي بدها متخذ قرار، بده يكون حدا يقدر يدرس الحرف والمهن اللي بسوريا التراثيه. نحن بنعتبر تراثنا هو هويتنا. والمهنه هي شرف. هيك نحن كواحد حرفي، كواحد مهني بيعتمد هيك الحكي. انا لبست هذا الزي انا عم باخذ هويتي. وثاني شيء المهنه، وقت في سوق وفي شغل طبعا انحمينا من كل مصاعب الحياه. فبنتمنى يعني متخذ القرار يكون عنده الحل وفي اكيد حلول. أكيد. يعني لجانب الجسدين ولجانب الألعاب كمان كنا عم نشوف في شالات، في كثير من الأمور ممكن نحن نستخدمها ببيتنا، خبرينا كمان عن هدول الأمور. هذا الشال هلا كمان إنتاج نول. عم حاول إني واكب يعني القدم مع الحداثة. أيوة. أنت بدك تاخذي القدم، ما حدا بيقرب عليه، بدك تاخدي كمان شيء يناسب ال بدك تواكبي كمان التغيرات. التطورات موجودة. تمام. انه وقت القطعة بتكون بدنيا شوب خدا يا حسين شوب يعني بس بالالوان، في احيان لون بيدرج ممكن نمشي، خيط بيدرج ممكن نمشي. تمام. فهذا يعني ما بعرف كصبايا حضرتكم لا حلو الرأي لكم بده لون سادة تحته، يعني دائما التنسيق حلو اكيد بين قطعة الشال وبين هاي بين القطعة اللي بدنا نختارها يعني. طيب اليوم مديحة شو عندك شيء جديد؟ يعني شو الأفكار الجديدة اللي دائما بتشتغلي عليها؟ الأفكار الجديدة اللي دائما بحاول إني أنا أسوق للنول. إنه أنا مثلا عملت هاي الشالات لحتى أسوق للنول بطريقة ثانية. عملت أحذية طبعا. أحذية؟ إيه. حلو. ايه كمان انا ما جايبه منها هلا، بس كمان لنسوق للنول. انا يعني انا نول، بحكي انا نول، بدي مشي الاله تنتشر كمان على مدى المجتمع السوري اللي نحن فقدنا هالاله بكثير من المحافظات. من حمص مثلا ما عاد في يمكن حدا بيدق نول، مثلا بالسويدا في شوي، بالشام معروف بس البروكار، بس نول الحدف، وهذا كمان انقرض من معظم مناطق سوريا. فبحاول انه بس يجي بالمعرض شبابنا يقولوا هذا صناعه نول، يعرفوا شو يعني النول. تمام. يعرفوا هذا هو الهدف. فانا حتى الاكسسوار بهذا الخيط مثلا انا حابكته نول. نحن في انواع كثير للنوال، فنحن بحاول على اللوحات يعني ايش ما كان نحاول ندخل. تمام. يمكن ضل في قطعه واحده ما حكينا عنها الموجوده على الارض، خبرينا عنها اكثر وعن طريقه صنعها. القطعه اللبساط هي القطعه مثل ما قلنا الاقمشه التالفي، بنقطعها بشكل تبقى خيطان وبنرجع بنعملها. بصيروا بيقولوا هذا قميصي كان، هذا كنستي، بس ينحط على. قد بتاخذ معك وقت؟ حسب كبر القطعه وحسب مثل طبعا. هي القطعه مثلا هاي اخذي شهر ونص. اها.
هاي شهر ونص. لا طعب بدها يعني الشالات اللي بتعتبريها يعني أكثر شيء مثلا بدها 3 أسابيع مثلا، هاي اللي بسرعة. هلا أديك القطعة القطنة اللي كانت مثلا أخدي بعطيكي ساعات عمل أنا إذا بدك يعني هداكي مثلا فيه شيء 300-400 ساعة عمل مثلا حسب كل قطعة، ما في قطعة محددة إنه والله هي بس أقل شيء بدك أسبوع بالقطعة. تمام، نحن بنتمنى لك التوفيق بهي الحرفة الجميلة. شكرا على هاللوك الجميل، دائما هيك بتحضري معنا متيحة بزي كتير جميل، بترجعينا هيك للأيام الجميلة. خلي أهلا وسهلا فيكي. هذا اللوك كان لمعرض يرمانا، معرض الزهور، هو عمل مجتمعي محلي. نعم. وأنا كانت مشاركتي دعم للمجتمع المحلي، وبتمنى كل حديقة بسوريا تكون فيها هاي المبادرة اللي عملوا فيها. أهلا وسهلا. شكرا. أكيد لكم. أهلا وسهلا فيكي، نورتينا بإطلالتك الحلوة، كنتي معنا متيحة. نعم. أهلا وسهلا. شكرا لكم ولدعمكم كمان.